عايزين نقول ان الطرفين لازم يبقى عندهم شيء من الليونه والمرونه عشان يقدروا أكيد. يمشي حالهم، بس ما توصلش لمرحله الانسحاق والانبطاح عشان نوصل لا لا خالص. بالظبط. انا بقول وانا ده، انا انا بقول عايزه من ارجع دي وان بكلامي لازم للاستاذه برضو نجلاء، لانه انا عارفه اتفضل. ان عندك قصه من خلال قراءتي المتواضعه لوش البني ادمين، وانا اسفه طبعا ان انا قلت لا كده، لا ولا يهمك. مش هقول انا مش هدخلك بقى دخلت، انا شايفه في عينيكي حزن لا عشان لا انا مفيش شايفاك، حزن ولا حاجه، لا ده هدوء برضه. بس هدوء بس. ومش مش هسالك عن تجربتك تمام. الشخصيه طبعا منعا للحرج، بس هسالك عن اللي طلعتي بيه من تجربتك الشخصيه. اللي طلعت بيه من تجربتي الشخصيه ان انا ما عديش كل حاجه زي ما احنا دلوقتي بندعو ان احنا نعدي كل حاجه عشان المركب تمشي. انا عديت كتير جدا، عديت كتير في كل حاجه. غلطه مين يعني؟ عدينا بصمت زي لا عشان بص الدكتور يا كان منى، بيحذر برضو من الصمت الطويل، ما هو ده هو هيخليكي تنفجر. لا احنا بنتكلم بس ممكن يبقى الطرف اللي قدامي ما عندوش استعداد يعمل حاجه. اتكلمتي معاه، اتناقشتي معاه مره واثنين وثلاثه، دي حقيقة. فتحتي حوار، اه بينتي له انك متضايقه، اخدتي موقف. عملت كده كتير جدا. كم سنه تقريبا؟ لا فتره طويله. سنين طويله من عمرك. سنين طويله. ما ده الفرق بين هنا وهنا. هنا الطرفين عاوزين يحلوا، لكن هنا طرف بيعمل مجهود بيحاول. طرف مش مقدر. ممكن تكون برضو غلطه مني ان انا عديت كتير، ما هو انا عشان كده بقول مش لازم كل حاجه نعديها كتير. بنقف ونتكلم والطرف اللي قدامي لو باين سلبيه وما حلش مره واثنين وثلاثه يبقى لازم واقفه جنبه. طب معلش مش عايزه تبقى نكديه، يعني ممكن تقول لك اكبر عشان ما ابقاش نكديه، لان ما انا بقول لك على طول ان هي بالظبط. عايزه بس اقف شويه عند حته كذا مره كذا مره. هل انت كل مره بتتكلمي على نفس المشكله على لا. نفس الموضوع خالص. ولا موضوعات مختلفه؟ هي موضوعات مختلفه طبعا، واوضاع مختلفه، واحاديث مختلفه. طب بتبقى اخطاء ولا طبع؟ خلي بالك في فرق. لا هو هي اخطاء، لان الطبع اتغير تماما. يعني هو طبعه اتغير؟ اه. ازاي يعني؟ احنا في الاول كانت الدنيا جميله جدا، فوجئت بعد كده انه اتعرف على حد او عرف حد الله اعلم، بدا يتغير بنسبه 450 درجه. الله. مش 360. وحضرتك فضلت ساكته وهو عارف الحد ده؟ اه. طيب وانا ما لا بس ما كانتش ست للاسف، ده كان اتنين اصحاب وهو مش صغير. اللي يعني الناس اللي بتسوق. اصدقاء السوق يعني. اه بالظبط كده. اصدقاء السوق. اوكي. دي برضو حاجه لازم الناس ما تقفش عندها. ودايما كنت بقول ان انا عشان الدنيا تمشي طب حط نفسك مكاني وشوف انت هتعمل ايه. ما كانش يبقى في رد، كان كله رد سلبي يعني. تاثيرهم عليك كان اكتر من تاثيرك عليه؟ الى حد كبير، لدرجه ان لو في حاجه تخص البيت ومستقبل البيت وانا بتكلم فيها حاجه تنفع البيت، لا كان بيرجع لهم هم، واللي هم بيقولوه كان بيمشي.